مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله الكل بصحة تمام. هلا حنفرجيكم كيف حنساوي الرز الهندي. هلا شو هي المقادير؟ انا عاملة هون كوبين مقاس من الرز الهندي اللي هو رز بصمتي. في هذا انا جبته مكتوب عليه بصمتي بس هندي. هون عندنا ملعقة ونص صغار من ملح الهملايا، وهون عندنا الخردل، هذا حبوب الخردل الاسود، عندنا ملعقة صغيرة، وهون هذا كمون بس حب كمان ملعقة صغيرة، وهون شقفة قرفة، وهون عندنا نص ملعقة صغيرة من الكركم. وانا بس بستعمل كركم، دائما بستعمل شوية هيك رشة صغيرة فلفل اسود. وهون هدول كوبين من الرز، هذا الرز غسلناه وناعينه صار له بيجي ساعتين. وهون حنستعمل 3 ملاعق كبار من زيت الطبخ، ومية حنحط 3 كوب من المية المغلية. هلا بنروح بنفرجيكم هون كيف بنسوي. هلا بنحط 3 معالق زيت بالطنجرة. هلا حطينا الكمون والخردل، بدي اوطيه شوية. هلا بس بتستنوا لحتى يصير يترقوص يتحرك بالزيت، يعني بكون استوى. ديروا بالكم ما تحرقوهوش. هلا هيك استوى، هلا هيك صار يتحرك مشان حرق. وهلا بنضيف الرز، نحطه عشان ما ينحرقش. هلا حنحط الملح، نحط القرفة، وهي الصفرة، هاي شوية فلفل أسود. هلا بنحركهم مع سوا، يعني هذا زي كيف بنساوي احنا رزنا العربي، بس بنحط له شوية بهارات فيه. هلا بزيد 3 كوبايات مية مغلية، المية مغلية. هلا بنحطه على العالي، هلا بنغطيه وهو بيغلي لحتى المية كلها تروح منه. شايفين هلا عم بيغلي، يعني طريقة طبخه زي طريقة طبخنا للرز العربي، نفس الشيء، بس طبعا برز نوع تاني والبهارات اللي مختلفة اللي حطينا عليه. هلا المية كلها خلصت، انا بس بشوكة هيك بحطه على شكل هرم، ما بدي افخصه. وبعدين عم كنا بدوقه شوية. هلا هيك بغطيه وبخليه لشي 10-15 دقيقة لحتى يستوي تمام. اوكي، بعد 15 دقيقة على النار الواطية الرز هلا استوى. هلا حنسكبه ونورجيكم كيف. هلا الرز هذا جاهز، هذا بيتاكل مع اي اكل هندي. هلا حندوقه ونورجيكم نقولكم كيف طعمه. وهون في عنا تشيكن تيكا مسالا انا مسوياها، ان شاء الله المرة الثانية بحط لكم الوصفة. الرايس طعمه ممتاز وشكله ممتاز. حبتيه مشا؟ مشا حبته. ان شاء الله يا رب تعجبكم، وإذا عجبكم لا تنسونا بالشير واللايك ورن الجرس. باي، مش هسي باي. باي.